الكتاب المقدس كان بيوصف داوود كقائد وبيقول إن هو كان بيخرج ويدخل في وسط الشعب. الناس عايزة قائد يعيش في وسطيهم، يحبهم، يحس بيهم، مش قائد عايش في برج عالي وكل الناس اللي حواليه هم المستفيدين منه وهم اللي بيملكوه وبيكلموه بكل رياء عشان ياخدوا منه اللي هم عايزينه. النهاردة القائد محتاج إن يبقى في وسط شعبه، يحبهم، يبذل نفسه من أجلهم زي ما المسيح بذل نفسه من أجل التلاميذ ومن أجل الكنيسة. النهاردة القائد يكون بيحب الناس، مش بيحب نفسه، مش وراء مجده وشهرته. لكن النهاردة نصلي إن ربنا يوجد في الكنيسة قادة فعلا تعيش بالمفهوم الإلهي. لو أنت النهاردة قائد، صلي وأطلب، قل له يا رب أنا عايزة أعيش القيادة بالمفهوم الإلهي عشان أحقق ملكوت الله على الأرض.